مرحبا، صباح الخير عبد الإله، صباح الخير سارة، صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الإخبارية. نعم، أتواجد الآن في معرض بارقة والذي خصص للفنانين والفنانات التشكيليات الكفيفين، وأقف بالتحديد أمام أركان الجهات المشاركة من الجمعيات وأيضا الإدارات الحكومية والمؤسسات والشركات المشاركة في هذا المعرض. للحديث أكثر عن معرض بارقة أستضيف معي الأستاذ سعيد بن علي آل مرضمة، رئيس النادي الأدبي الثقافي والذي ينظم هذه الفعالية. أولا نرحب فيك أستاذ سعيد معنا عبر شاشة قناة الإخبارية. ثانيا بودنا أن تحدثنا عن معرض بارقة. أهلا وسهلا بكم، صباحكم خير، صباحكم فن وجمال يتزين بأبناء هذا الوطن. معرض بارقة انطلقت فكرته مع الحديث مع بعض المكفوفين في نجران والذين أبدوا أن لديهم الكثير من المواهب، فكان لزاما على النادي الأدبي أن يقدم مبادرة اجتماعية تجمع هؤلاء الفنانين وتقدم لهم كافة الخدمات حتى يظهروا ما لديهم من مواهب. الحمد لله استقطبنا العديد من المواهب على مستوى المملكة، واستدعينا الكثير من الجمعيات والمؤسسات الحكومية ليقدموا ماذا يقدمون للكفيف دائما لديهم في مؤسساتهم، والتطلعات التي يتطلعون إليها. الحمد لله وجدنا مبادرات جميلة من جامعة نجران، وجدنا من تعليم نجران، كلية التقنية، والكثير من الجمعيات كجمعية شآبيب وجمعية جستر وجمعية شمعة أمل في نجران. والحمد لله الآن نستعد بإذن الله تعالى لافتتاح هذا المعرض على يدي صاحب السمو الأمير الجلوي بن عبد العزيز، الذي أرسل له تحية لأنه اهتم شخصيا بأن يكون على رأس الهرم وأن يتقدم هؤلاء الفنانين ليحتفل معهم بمعرضهم، والذي أطلقنا عليه عنوان بارقة. جميل، كم عدد الفنانين أو الفنانات المشاركين في هذا المعرض؟ يوجد لدينا العديد من الفنانين، حوالي 9 فنانين موجودين بإذن الله تعالى، سترون إبداعاتهم، سيكون هناك تطبيق عملي للرسم أمام الجمهور، وأيضا حاولنا أن نثقف المجتمع أكثر ونضع هناك لدينا معرض كتاب شاركت فيه الأندية الأدبية، استضفنا جمعية رؤية من المدينة المنورة لتكون ضيفة الشرف لأن لديها مبادرات كبيرة في خدمة المكفوفين. أملنا أننا قدمنا مزيد جميل إن شاء الله يستمتع به الزائر ويرى ما وصل له المكفوف من إبداع ومن تميز، وبإذن الله تعالى نحن موعودون بأيام ثقافية متميزة ستتزين بحضور سمو الأمير الليلة. جميل، نتمنى لكم التوفيق أستاذ سعيد. شكرا لكم وشكرا للإخبارية التي تكون في الحدث دائما، وبإذن الله يكون عمل مميز يليق بجمهورنا وبهذه الفئة الغالية علينا. شكرا لك. إذن اسمحوا لي عبد الإله وسارة أن أستضيف معي أيضا الفنانة التشكيلية نورة حمود، رسامة الظلام. أولا رحب فيك معنا عبر شاشة قناة الإخبارية أستاذة نورة. ثانيا بودنا أن تحدثينا ماذا يعني لكم إقامة مثل هذه المعارض أنتم كفنانين تشكيليين كفيفين؟ لإبراز مواهب ذوي الإعاقة البصرية ووصول فنهم لهذا العالم، أن نقولهم أن إحنا نقدر، يعني حتى لو أن عندنا مشاكل في البصر بس إحنا نقدر نوصل رسالة من عبر فننا هذا. جميل، وأنتم بالفعل تستطيعون أن توصلون رسالتكم إلى الجميع من خلال هذا المعرض أو من خلال معارض أخرى. شكرا لك الفنانة التشكيلية نورة حمود، رسامة الظلام. إذن عبد الإله وسارة، هذا كل ما لدينا من منطقة نجران عن معرض بارقة الذي ينطلق اليوم بمشيئة الله في منطقة نجران. نعود إليكم الآن في الاستوديو بالصوت والصورة. شكرا جزيلا لك عبد الرحيم، يعطيك العافية.